السلام عليكم. واش الخوت اليوم غادي ندخلوا في هذا اللاب هذه اللي هي بلايند سكال انجكشن ويت ايرور، فهمتيني؟ ولكن هاد اللاب هادي كتحمق ديال بصح. علاش دابا؟ شوف انا نمشيو دابا للكيفت ياك، غنتعاملوا مع عادي، احنا ما عارفينش بلي هي بلايند ياك، غنتعاملوا مع عادي ونشوف واش كاين سكال انجكشن في ديك البارامتر ياك. البارامتر كتساوي كاتيجوري كيفت. غادي نديرو التشريط ديالنا، الكومونتير ديالنا، شنو غادي يبان لنا البلان؟ ما يطلع والو، فهمتي؟ ما غاديش يطلع. سو ملي ما غادي يطلع والو، نمشيو نجربو غير في تراكين اي دي. تراكين اي دي بان ليا في اي دي، يعني هو متعلق في الداتابيز، كاين ولا ما كاينش؟ يعني هذيك اي دي غادي تخشى في الداتابيز. انت عارفين الداتابيز اول حاجه اي دي كولمز كترقمو بالاي دي. واخا ماشي مشكل، درنا شريطه رجع لينا لي بوست عادي، ودرنا اند 1 ايكوال 1 رجع لينا عادي. ولكن جربنا درنا 1 ايكوال 2 جربنا عادي، اوه كلشي عادي. كيفاش البلان؟ اجي نتريكيري واحد الريسبونس اللي هي الايرور، نخرجو بزز من العالم. شنو غادي نديرو؟ واحد مقسوم على زيرو، واحد مقسوم على زيرو ما يمكنش. اجي نديروها تخرج لنا انترنال سيرفر ايرور. يعني هنا ممكن نخشيو شي سكي ال انجكشن كاينه ندري ولا ما كايناش. المهم كيفاش غادي نديرو ليها؟ دابا خصنا نتاكدو ان النوع ديال الداتابيس كنتعاملو معاه حنايا ياك كاين ولا ما كايناش. غنديرو اند سيلكت a equal a كما كنديرو، فهمتي؟ select a equal a، نديرو send، ما يطلع والو. يعني شنو كاين شي مشكل؟ غنديرو from dual ونشوف واش اوراكل ولا ماشي اوراكل. غادي يطلع لينا سو هي سو مني هي اوراكل. غادي هنايا حنا جربنا شي حيبات ضروري يمكن نوريهم ليكم حيت كنجربو بزاف، ولكن حنا درنا واحد select case ياك. اذا كان داكشي صحيح غادي شوشو، اذا كان داكشي صحيح غادي تريكي لنا الايرور. الايرور اللي هي واحد مقسوم على الزيرو ايلز، غنديرو اي فروم اي سيلكت اي فروم دوال تساوي اي، كاين ولا ما كاينش؟ اوكي مزيان. غنديرو لينث باسورد. دابا غنتيستيو لينث باسورد كما كنتيستيو ديما. غنديرو لينث باسورد، وداك لينث باسورد هو ديال من؟ ديال الادمينستراتور ياك، فروم طابل يوزرز ياك، كاين ولا ما كايناش؟ هادشي منين جا؟ هادشي اصلا عطاوه لينا، فهمتيني؟ وما عطاوه لينا باش نسولفيو اللاب. عطاونا باسورد، عطاونا يوزرز، عطاونا يوزر، وعطاونا الرو اللي خصنا نكسبلوطيو اللي هو ادمينستراتور، جبدو له المود باس، فهمتيني؟ المهم حنا تيستينا، درنا باسورد كبر من 100 عطانا داكشي عادي، ولكن درنا اكبر من 15 عطانا ايرور. يعني فيما تكون شي حاجه صحيحه غيكون عندنا ايرور. هنا باش نعرفوا الحاجه صحيحه اللي كنتيستيو صحيحه ولا ماشي صحيحه، اول حاجه درنا سيلكت كي، درنا الكيز وين كانت صحيحه غادي تعطينا ايرور، ما كانش صحيحه عطانا داكشي يكمل عادي ريسبونس عادي 200 في الريسبونس في لي بوست في كلشي. ولكن حنا عندنا 15 وحنا بغينا العدد الصحيح، بغينا واش 15 ولا 19؟ المهم نتوما راكم عارفين الباسورد كيكون فيه 20، يعني كبر من 19، كبر من 19 ولكن ماشي كبر من 20. داكشي علاش غادي نمشيو نخدمو الانترودر وغادي نديرو فروم 1 تو 30 مثلا، تو 30 ستيب 1، ونتكاو عليهم ونشوفو في ستاتيك كود، فهمتيني؟ حنا دابا كنعبرو ستاتيك كود. اذا كانت 200 فراه خاطئه، اذا كانت 500 فراه صحيحه. يعني اذا كانت المهم فهمتوني، راكم نتوما فهمتوني. ستاتيك كود كدا هادي طلع ليا هنا، شوف هنا 19 هنا 20، شفت كاين تغير في الريسبونس ولا ما كاينش؟ 500 ل 200. هنا غادي نديرو الملاحظه ديالنا بان الباسورد فيه 20 كاركتر، وغادي نتعاملو على داك حسب داك 20 كاركتر، فهمتيني؟ سو شنو غادي نديرو من بعد؟ اللي غادي نديرو من بعد هو السبسترينغ، فهمتيني؟ مع كونتيستيو الباسورد ياك، الباسورد هو شندو كاركتر ياك، في 20 كاركتر، وغنبقاو تيستيو بكاركتر بكاركتر. يعني في الاول الحرف الاول نشوف واش ا ولا بي ولا سي، واحد جوج ثلاثة، هادشي اللي كاين. دابا حنا كنتيستيو مزيان، وغادي نشوفو نمشيو للانترودر. الانترودر هو اللي عطينا الخبر، فهمتيني؟ حنا خصنا نكونو عارفين الباسورد مناش كيتكون باش نقدرو نحكمو، ولكن نمشيو للانترودر هو اللي غادي يحكم لينا. ملي غادي نتيستيو الباسورد غنلقاو واحد الشين دو كاركتر ديال الباسورد وغادي نتيستيوها. درنا هنايا البيلود الاول والبيلود الثاني. البيلود الاول يكون نمبرز والبيلود الثاني غادي يكون
شنو دو كاركتير داكشي اللي كاين. حنا درنا كلاستر بومب، فهمتيني؟ كلاستر بومب درناها، غنديرو فروم 1 تو 20 ستيب 1، هذا في البيلود الاول. والبيلود الثاني غادي نديرو البروت فورسر، نمشيو نقلبو على البروت فورسر، وغادي نديرو مينيموم لينث 1 ومينيموم ماكسيموم لينث 1. صوت شي غادي نديرو، وغادي نديرو ستار اتاك كيما درنا ستار اتاك، وغادي نشوفو وغادي نحسبو بالريسبونس، فهمتيني؟ 2500. هنا غادي نكليكيو على ستاتيك، كيما قلت لكم غادي نكليكيو على ستاتيك كود باش بقا طلع ليا هادوك 500 هما اللونين، فهمتيني؟ يبانو لنا باش يبان لنا البيلود الاول ان كاركتر فيه، بيلود الخامس ان كاركتر فيه، بيلود 15 ان كاركتر فيه. حنا كنجمع وحنا كنجمعو حتى غادي نوصلو، غادي نتيستيو ان شاء الله واش غادي الباسورد ديالنا اللي جبدناه جمعناه بروت فورسيناه واش هو ولا ماشي هو. حنا عارفين اليوزر نيم هو ادمينستراتور، تكتب مزيان، والباسورد هو داكشي عندو كاركتر اللي لقيناه كوبينا كولينا جمعنا لي كاركتر. ها هو دخل كلشي زوين. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى يعني فهمتي تكونوا فرحانين كما حنا فرحانين كنعطيكم المعلومة.